حاولت عدة مرات طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الدخول إلى مخيم نور شمس، لكن طواقم الهلال الأحمر منعت من الدخول للمخيم لنقل الحالات المرضية والإصابات من داخل المخيم. الجيش الإسرائيلي وكعادته دائما يمنع الطواقم الطبية، بل ويعتدي عليهم، بل وأطلق النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الدخول إلى المخيم عدة مرات، وما زلنا لحد الآن نحاول الدخول للمخيم لإخلاء الحالات المرضية والإصابات من الداخل.